السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم فيديو حلو جدا، سهل وبسيط. هنعمل مع بعض صوص الشوكولاتة لتغليف الترت والجاتوهات وكمان الكيكات. هنعمله بطريقة مبسطة خالص وكمان بمقادير موجودة معانا في اي بيت. تعالوا بقى مع بعض كده، خليكم معايا نشوف ايه هي المقادير وايه هي طريقة التحضير. المقادير زي ما انتوا شايفين بسيطة خالص، انا عاملة كمية صغيرة وانتي بقى براحتك خالص ممكن تضاعف الكمية. معايا كوباية سكر، كوباية حليب، وكمان معايا كوباية زيت، ودول 3 معالق كبار كاكاو خام، وياريت يكون الكاكاو نوعه كويس علشان يديك نتيجة حلوة للصوص. زي ما قلتلك ممكن تضاعف الكمية او تكبري الكوبايات عن كده، انا عاملاهم كوبايات صغيرة. هنبدأ بقى نجيب دورق الخلاط ونشوف هنعمل الصوص ده ازاي مع بعض، خليكم معايا. انا جهزت بقى دورق الخلاط، هحط كوباية اللبن، كمان كوباية السكر، وهنحط الكاكاو وهنخلطه مع بعض، بس الزيت هنسيبه في الاخر خالص. والخلاط شغال كده، هنبدأ نحطه شوية بشوية علشان هو اللي بيتقل معايا الصوص. وكمان في تكاية صغيرة كده بس مهمة جدا، انا حطيت معلقة نوتيلا او اي شوكولاتة قابلة للدهن، حلوة جدا بتدي طعم حلو قوي قوي للصوص. هخلطه مع بعض كده في الخلاط وهنرجع تاني نكمل الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده خلاص تمام، خلصتهم. انا خلطت كله مع بعضه، اداني القوام الجميل ده، وزي ما انتوا شايفين الصوص معايا ناعم جدا وقوامه حلو قوي. هبدأ بقى انزله كده في بول عشان تشوفوه وتشوفوا القوام بتاعه. زي ما انتوا شايفين الصوص عمل معايا كمية معقولة، مع ان المقدار معايا بسيط. ممكن انت بقى تزودي المقدار عن كده، هديكي كمية طبعا اكبر من كده. كمان الصوص قوامه حلو جدا وكمان ناعم جدا، هو ده الصوص المظبوط والقوام المظبوط. انت بقى تعملي كمية بقى حسب رغبتك، ولو عملتيها اكبر من كده تحطيها بقى في اي علبة في التلاجة في اي وقت انت محتاجاها لأي جاتو او تورتة او كيكة يعني، فتلاقيها جاهزة معاكي. اتمنى بقى يكون فيديو النهاردة عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم بقى ما تنسوش كمان اللايكات وكمان الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل. والسلام عليكم.